اروح يا بكار عشان اشحن. ها بكار تمام. اوعى تطفي ايدك حاسي حاسي بالضحك. اوجا بقول اوجا عايز تمسكني فوق يا حسونة. تعال انت معايا نشوف ايه اللي ورا الباب ده، ما يمكن يبقى باب الرجوع. لا يا حسونة، سيب المفتاح ده وتعالى من هنا. ازاي بس؟ ده انا تعبت على ما كسبت المفتاح ده، لازم اشوف بيفتح ايه. الوحش هياكلني. حسونة انا خايف عليك. من ايه؟ انت جوه اللعبة يا حسونة ومش عارف تخرج، لانك فضلت تلعب كتير لغاية ما بقيت مش قادر تفرق بين الخيال والحقيقة. حسونة ايه ده؟ انت جاي ورايا هنا برضو؟ حسونة بطل لعبتي، اخر فرصة. خير يا دكتور؟ هو عنده إرهاق شديد جداً، ولأنه فضل فترة كبيرة ما بينمشي ومركز في اللعب، الموضوع ده أثر على أعصابه وخلاه يهلوس. أيوة، هو قال لي إنه فضل يلعب يوم بحاله. لا، حسونة قعد يومين ورا بعض يلعب بالباد ده. إيه؟ فضل يلعب يومين من غير ما ينام؟ أيوة. ده خطر جداً، المفروض انه يلعب نص ساعة ساعة بالكتير في اليوم. لا ده كده فيه احتمال كبير انه لما يفوق عينيه تبقى مش مظبوطة ويحتاج نظارة طبية. بس اهم حاجة انه يفوق الاول. اذا كان حسونة مش قادر يبطل لعب وحتى وهو نايم عمال يتخيل انه بيلعب، يبقى نستغل الموضوع ده وبدل ما تقوله سيب اللعبة نخليه يكمل لعب. ايه؟ مش فاهم. طب وهو كده هيفوق؟ ايوة، بس انت لازم تساعده في الموضوع ده يا بكار. ازاي؟ صعبة جدا يا حسونة، مش عارف اعديها. هو انت بتلعب؟ ايوة يا حسونة، بس اللعبة دي بالذات صعبة قوي. لعبة ايه؟ لعبة جميلة جدا، احلى لعبة لعبتها في حياتي. بس مش مهم، خليك انت في الالعاب السهلة التانية. بكار طيب بص يا سيدي، اللعبة عبارة عن متاهة. متاهة؟ سهلة مش مشكلة. استنى بس، مش تعرف ايه اللي بعد المتاهة؟ مش مهم، لما نعدي. الوحش ها؟
حسون الجامد. ايه ده؟ ضلمة حتى هنا، النور بيقطع. شغل يا ابني النايت فيجن. Anything you think of. اهلا بك حسون، للدخول الى القلعة عليك ان تختار احد هذين البابين. وماله؟ لو اخترت الباب الخاطئ سوف تعيد اللعبة من البداية، وسوف تكون اصعب بمراحل كثيرة. واعرف الباب الصح ازاي؟ امامك بابان، احدهما باب مكتبة جميلة مليئة بكتب المغامرات الشيقة والمعلومات المفيدة، والآخر باب مدينة ملاهي مليئة بالألعاب المسلية ولكنها غير مفيدة وتؤدي إلى ضياع الوقت. اختر أحد البابين. سؤال سهل جدا خالص. هايل يا حسونة. أختار باب مدينة الملاهي طبعاً. اختيار خاطئ، سوف تعيد اللعبة من البداية. ها؟ المتاهة. اهلا حسونة. السباحة. شكرا، اختيار سليم. والان امامك اربعة ابواب. يا خبر ابيض. كبرت وصرت طبيبا شهيرا ومشغولا. انا مش عايز ابقى طبيب، انا عايز ابقى لعيب كرة مشهور. المهم ها. في اول اجازة بعد فترة ستزور من؟ خلف الباب الأول ستجد والدك ووالدتك، والباب الثاني أصدقائك، الباب الثالث مدينة الملاهي، الباب الرابع البنك لكي تدخر نقودك. الادخار مهم طبعاً، وأصحابي هيبقوا وحشيني. يا حسونة ساعدني يا بكار. اختار الأهم يا حسونة. الأهم؟ أبويا وأمي؟ إجابة صحيحة. حسونة ابتدى يجاوب صح. والآن هذا هو السؤال الأخير، وخلف الباب السليم ستجد الجائزة. أخيراً. لو أن أمامك شيئاً واحداً تختار أن تفعله في وقت ضيق جداً، ماذا سيكون هذا الشيء؟ أن ترى أصدقائك؟ أن ترى أبوك وأمك؟ أن تلعب رياضة مفيدة؟ أن تلعب بالآيباد؟ أم كل ما سبق؟ هو ده السؤال الأخير؟ أيوة يا حسون، اختار بقى. ولو اخترت غلط؟ هتعيد كل اللعب من الأول. وأنا اخترت. إيه؟ اخترت إيه؟ قول لي ما سبق. أخيراً أنت فائز. ده اللي جرالك لما اخترت غلط المرة اللي فاتت. انا اخترت غلط؟ ايوة، انت اخترت انك تلعب بس بالايباد ونسيت كل حاجة تانية. اخس عليا اخس، بس انا المرة دي اخترت صح. انا هقسم وقتي بين كل الحاجات. يعني مش هتعيد المتاهة من الاول؟ ايوة مش هعيد المتاهة عشان انا كسبت.
أنا كسبت. يبقى المفروض تصحى. ها؟ أصحى؟ أيوة اصحى يا حسونة. حسونة اصحى يا حسونة. يلا اصحى بقى. أنا فين؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامة يا ولدي. يعني ايه يا بكار؟ يعني انا كنت قاعد جنبك وبكلمك وانت بتقول لي اللي انت شايفه. وانت اللي اخترعت اللعبة اللي في الاخر دي؟ ايوة حلوة؟ مش بطالة. اتفضل يا حسونة. هيت على اخر الزمن بجيب بنضارة. طبعا يا حسونة اللعب اللي انت لعبته اثر على نظرك. والدكتور قال انك مش هتلبسها كتير، كلها 3-4-5 سنين وترجع تشوف زي الأول وأحسن، بشرط إنك ما تلعبش بالآيباد أكتر من نص ساعة في اليوم. بس ده شرط صعب قوي.